المسلمين في مصر، أنا شخصيا يعني كإنسان مثلا يعني عمري قرب للنهاية، لما ربنا يديك طول العمر. تربينا كلنا يعني زمان. أقول لحضرتك طبعا أنت صغيرة، كان زمان مدرسة ثانوية واحدة في كل مدرية، كانش محافظة، مدرسة ثانوية، كنا نتجمع كلنا من المراكز والقرى ونروح نسكن في المدرية ونأجر شقق وبيوت نسكن فيها. كان أغلب السكن مسلم مع مسيحي، مسلم مع كلنا، ناكل مع بعض ونصرف مع بعض وعايشين مع بعض ونذاكر مع بعض. وحتى الآن وأنا كاهن لي أصدقاء مسلمين كتير قوي. حتى في بداية الصلاة برضو كان في يعني ترحاب بالمسلمين والمسيحيين احنا نرحب بالجميع ولا نفرق بين الانسان والانسان. تحسوا في الكنيسه برضو ان الناس تترحب، المحبه في قلوب الناس. وعايز اقول لك قاعده، قاعده، انسان من غير محبه بلا خلاص، بلا اله، بلا اله. اللي بلا محبه بلا اله، واللي بلا محبه مش هيوصل السماء. بيقول من يحب يعرف الله لأن الله محبة، ومن لا يحب لم يعرف الله لأن الله محبة. هكرر القاعدة تاني عشان يسمعها كل إنسان: من لا يحب لم يعرف الله لأن الله محبة. ما يخترعش لنفسه أسباب يقول أصل ده قبطي أنا بكرهه، أصل ده مسلم أنا بكرهه، أصل ده صفته أنا بكرهه. لا، ده اسود، اصل ده ابيض، اصل ده، بل عذر، لان الله وصى بالمحبه بس. الباسبور بتاع السماء المحبه. عشان كده بعلي صوتي لكل انسان في كل زمان ومكان: من غير محبه مش هتوصل، نهايتك جهنم. من غير محبه ده مش كلام وعظ، دي قاعده انا برسلها للعالم كله. عشان كده ابكي بدموع قلبك قبل دموع عينك قدام ربنا وقول له املاني بالمحبة، املاني بالمحبة. من غير محبة مفيش حد هيوصل. الإنسان اللي بيعتدي على أخوه الإنسان أيا كانت الأسباب سأل رايح جهنم حتى، ويعيش جهنم من هنا، يعيش جهنم من هنا. تاني، الإنسان اللي يعتدي على غيره أيا كانت الأسباب، إنسان ما عندوش محبة يبقى على جهنم حتى، على جهنم حتى. عشان كده الإنسان العاقل يقعد قدام ربنا قل له اديني محبة من هنا، اديني محبة. ولما ياخد محبة لا يفرق بين انسان وانسان، لا هيقول قبطي ولا مسلم، الكل يبقوا في عينيه الاثنين. ويبقى الرغيف اللي في ايده مش بتاعه، ممكن يقسمه مع غيره. عايزة نصيحة أخيرة للمصريين كلهم، احنا محتاجين ايه في الفترة اللي جاية؟ انا محتاجين المحبة، ومن غير محبة هلاك منتظر. بشكر حضرتك. أنا بشكرك كتير، وأنا معجب بيكي جدا، معجب بيكي جدا كمذيعة هادئة الطبع، واثقة من نفسك، متزنة، ما بتفتعليش حاجة، ما بتصنعيش حاجة، يعني مش بتمثلي، مش عارف. شهادة أعتز بيها والله يا أسامة على صدري، بشكر حضرتك. أنا شفتك أكتر من مرة، أنت إنسانة تستحق كل تقدير. أنا خلي حضرتك، أنا ليا الشرف. بارك عملك وخدمتك ويثمر بيكي، وخصوصا سمعتك بتتكلمي على فعل الخير والناس اللي بنعالج مرضى الحمد لله كتير. مهم جدا جدا، خدمة عظيمة، خدمة عظيمة، انك تساعدي فقير او تشفي مريض او تعالجي مريض. بشكر حضرتك جدا، ميرسي، وربنا يبارك حياتك ويحافظ عليك. ربنا يخليك، شكرا.